الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: مقدمة في علم أصول الدين. هذه تاني مقدمة وي ومد مقدمة متقدمة كور رئيسا مقصودك مقدمة سوى في علم أصول الدين علمك أصول الدين كقصابسًا أي أصول الفقه بالورانا يا وايو شن يتوين بيت أصول الفقه كقصابسًا يا الله سعداء لحية فرتك بيت عقائد كقصابسًا أصول الدين وحي كقيحان العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية عقائد كالدينات إلا وقادو وأدلة يقينية لقو وقادو كل إذا بحث باتاكو صغن دلذي يقيني قا وحوجة كذا ندلذي عقلي قا هيد حديث مركا حاد كايد وكلانا ماشوا وكصاريا وحول أول واجب واجب كوهرية على الإنسان إنسان كواجب كاهي معرفة الإله معبود كحقها قرشدي سويه باستيقان مع استيقان يدو قرشدا يقين سؤل صعده والنطق دواقس بشهادتين لبدا شهادة دواق اعتبر يشترط ولا شردي لصحة الإيمان لأجل صحة الإيمان إيمانك صحة سدرادت بل وشردي ممن مدحقي قدر أود نطقك هي دواق إن صدق إنما يعتد وحل ترسنا ياون بالنطق بشهادتين نواقست لغو نواقو شهادتين إن صدق هدي رميو القلب قلبك هدو رميو ولب تصديق جازم أقوان وبالأعمال ويكون هو هذا الإيمان إيمان كذا نقص نقصان مذو صاحب وذا كمال لما استرر مذو صاحبا بالأعمال أعماش السبب تدبكوا هذا فكون أهو أدقوا من الإيمان إيمانك حقي سفي مزيد زياد متكسقا وإيمانك سمر بكم عيني وزيادني وذا تجديد أهو عصبون يسين مدو صاحبة في صفاء القلب قلبك سفينتيس بكثرة الصلاة أدكو زيادة الصلاة بدنان تيدا إيا وطاعات طاعاتك عباداتك كلا بدنان تود وترك ما أيو بترك ما شيك تجستي أدكو زيادة سو للنفس نفط أصغا ومن شهواتنا ألقى وحكا بلا ميا أبيادي كصاب سنعيد أصول الدين كاما مسايشا اعتقادك مسألة كوادة وكوب الابي وأول واجب على الإنسان وما حي واجب كوه رأي إنسان كسارا سيدين الشاقني شيخ كتابك قري وأشعري عقائد كمركة هالك نوكو شيقيو وحكو الصعداء مذهبك أشعري يدا مذهبك أشعري يدا هنا مسألة أول واجب كصعب صن وحكو وافق صنيا هي مذهبك معتزلة أبو جعفر السمناني وإيه كم إذا إياه وحيريها مسألة أمر وكور رمي أول واجب وبقية وبقيت في المذهب من مذهب المعتزلة إلا أبو الحسن الأشعري مر كور معتزلي وأنشري مرقى مسألة أمر واحد كم إذا هي مسائشة وكلسوا قوري معتزلة مرحلة دي صلبات ولسوا قوري أشعري هو اسكو خلافان أول واجب على الإنسان وحوه الرأي إنسان كواجب كواي وامح أبو الحسن الأشعري وحول السيدة هالكم كقرن وأول واجب على الإنسان والمعرفة تبوري ساسا كتبت سكتال معرفة دانا وقمت شيدان معرفة دي الشامل كاهي إودتي إنقيادك إيا خضوع إيا توحيدك تا وقمت شيدان وحي يقول هذا اعتقاد وجود الله تعالى إلهي كريتان كيسا إلا آمينه وما يجيب الله وما يستحيل عليه يوحي إلهي واجبا يوحي إلهي مستحيل كا وما يجوز في حقه يوحي إلهي كبنان تاسي يقول هذا
شيخ اللباد مذهب كا وباقلاني أهي أبو الحسن مسألة واكو خلافه يسقو حد أول واجب على الإنسان والنظر النظر نظر كان الله صعو أشعري ومركين النظر كالليان وقمت شيدان النظر في آيات الله الكونية إلا أقو آيدها إلهي كونك مخلوقة يو ويندود يو أن إتقانك كم وغضا دبا تنالقو قرت إلهي سبحانه وتعالى وجود كيسا يو وحداني يديس نظر كنوع عاسي واك قرآن كودي رجلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نظر الأشعرية غير نظر القرآن سيكا خلدان نظر كم حيوغة شيدان يقو نظر كم حيوغة شيدان استعمال مقاييس عقلية إلا أديك سدو قياسيو حق عقلك أو نقري عقلك الله عسكريو وترتيب أمرين معلومين للوصول إلى أمر مجهول وحده وإلا الرتبه وبمعنى اللي سكتو سيو الله بقى الرموضة معلومة سيلو قارو أرن مجهولة ومر كان الله قرانين تصالة الوصة ما إنه نظر كأشعرية دو الشيقيين صلاة واحدة هذا العالم متغير عالم كوامد تغير إيس بتبدل وكرعه والتغير هو الدليل الحدوث اسبت بدل كاكرعه يعني وحد دليل ياهي إنو ياهي وحسود الرئي وكل حادثنا مخلوق متكستو سود الرئينا ومخلوق ومقدمات كانوا عاسي أي ترتيبيين كدبنا واحد قارين نظر كشيء واقع نتيجة أورا رئيسة ولا بد للمحدث أو للحادث من محدث كسود الرئي متسود الرئي إنه ياشانه ولا جو مارمان مركان نظر كشيء واقع نوع عصر الجوين نوحو يري مايا أول واجب حوية القصد إلى النظر إن لو قصديو نظر كا يا قياس يدا عقل جا اللو قصدي أول واجب وكاس مول قاركونا وبكسي الدرين وحي رادين أول واجب على الإنسان هو الشك أرتوين وشكيو إلى يتريتان كيس وكشكيو كدي منا وصمايا نظر كاو قصديو كدي منا نظر كلفتي سي وصمايا وصيدا سي وكوغارو إلى سبحانه وتعالى وكوغارتو وكو اعتقادو إلى يتريتان كيس سيدا سيدا هذه بيجوري وكلا وحيس كدا يا قواش ودا مختلف كا إنو تشمعيه وحد أول واجب قصدا والمعرفة واجب كور رأيه قصديهان واجبي ومعرفة وأول واجب وسيلة قريبة والنظر واجب كور رأيه وسيلة دواء بمعنى معرفة وسيلة دواء وسيلة كوبا دواء أول واجب وسيلة قريبة والنظر بول أول واجب وسيلة بعيدة والقصد إلى النظر ساسا قواشا أي ماذا إذا لقوتش معين يا بول الضوء في رصاء مسألة دني مسألة سهلا معها مركلين أول واجب والنظر ومقاييس عقلك صعب كدتك بدن كود وانا فاهمين الا استعماله قفك عن نظر كالصمين الهي سبحانه وتعالى الرميه حكم كيس ويسكو خلافه قار كود وحيدادين ما دام انو الهي نظر كقرن والدليل النظر الهي سبحانه وتعالى انو كقرن وقال بيدادين ولقبيل يا الرمي سناب قارنا وحيدادين وأنا جمهورته ده يصح إيمانه مع الإثم مردو إلهي سبحانه وتعالى وجود كي سقرت إيمان كي سواء صحيا لكن آثموي
waayo nadarkii waajibka ahaa ee awal waajibin ahaa ayuu ka tegey. saasay yidhaahdeen. masaladan ahlu sunna ashcariyada waa ku khilaafsan yihiin. ahlu sunna waxay leeyihiin awal waajib cala alinsaan waa tawxiid ullah. waxa u horeeya insaanka waajib ku ahay waa keliyeynta ilaahay. waa ka yidhaahdaa xaafid alxakami fi sulam alusuul awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitawxiidi. waajibka u horeeya addoomaha saarani waa allah raxmaanka inay gartaan oo ay ku gartaan kelinimadiisa. waaxidun fii daati waaxidun fii rubiyati waaxidun fii uluhiyati waaxidun fii asmaai wa sifaati inuu yahay. sidaasi ayaanay adiladu tusinaysaa. oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka waxa ugu horreeyay ugu yeedhi jiray wuxuu ahaa tawxiidullah, ilaahay keliyeyntiisa. kuma odhan jirin qofka u yimaada ee ashahaata hal nadarta ama hal qasadta ila nadar maqaayiista caqliga ah ay leeyihin wujuudka ilaahay baa lagu garanayaa ma samaysay rasuulku. kuma odhan jirin adeerkii abu taalib rasuulku muxuu ku yidhi se bukhaari muslim baa ay wariyeen yaa camu qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmadan ilaahay hortii kuugu dooda dheh. waaji markaa taa ka horeeya inaanu jirin buu xadiidku tilmaamaya. xadiid ibni cabaas fii qisati irsaali mucaad ila alyaman rasuulku wuxuu ku yidhi inaka taati qowman ahla kitaab falyakun awala maa tadcuuhum ilay ilaa an yuwaxidu allah. macrifo iyo nadar iyo qasdun ila nadar iyo shaki laysku rida iyo waxaasoo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى ينظروا أو يقصدوا إلى النظر أو يشكوا في وجود الله. يقول النبي يقول لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قف كوي مادة أي رادوان إسلام يانا وحكو إسلام يو ee rasuulku ka aqbalaya wuxuu ahaa inuu ashaato oo tawxiidka si saxa u qiro. waayahay qofku hadduu isagu ilaahay jiritaankiisa ka shaki intaanantaa gaadhin ilaahay subxaana wa tacaala wujuudkiisa in la gartaa waa arrin fitri ah. wa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha wax ilaahay dadka uu ku beeraya. kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani saasuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. qof walba fitradaa lagu dhalaa isagoo ilaahay garanaya ayaa la dhalaa. intaa dabadeed mu'athiraat khaarijiya waxyaabo raadeeya hadday fitradiisa dabadda kaga yimaadaan inay fitradii ka fasaadiyaan oo ay ka kharibaan way dhacdaa. oo yuhuudi laga dhigo ama nasraani laga dhigo ama majuusi laga dhigo yacnaa fitradii baa laga fasaadiyay laakiin haddii sidiisa loo dayn lahaa qof ilaahay yaqaano ilaahay wixidayo keliyeynaya ayuu noqon lahaa. waxaa markaa khalada inay ashcariyadu wa qablahum almuctazila ay ka dhigeen aariiq ilaa macrifati wujuudi illah annadar ay ka dhigeen dariiqa qura ilaahay jiritaankiisa lagu garan karo waxay ka dhigeen annadar bay ka dhigeen. adiladii kale oo dhanna meeshay ka saareen oo waa kuwan leh qofkan garashada ilaahay iyo rumayntiisa wadada nadarka lidhaanu marin. qaarkoodna waxay leeyihin waa kaafire iimaankiisu maba ansaxinba qaarna waxay leeyihin iimaankiisu waa ansaxay laakiin waa aathimo waajib saaraa oo ah suluuku tariiqi nadar ayuu ka tegay. khalad weyn weyaan arrinta noocaasi oo adilada iyo nusuusta khilaafsan. arrintani waa arrin bidca ah ma aha arrin qur-aanku uu sheegay. nadarka uu qur-aanku sheego ah in makhluuqaadkan ilaahay waaweyn loo fiirsado iyo nadarka iyagu ay sheegayaana laba inay kala yihiin waynu tilmaano. waa arrin khilaafsan waddadii dadkii hore wanaagsanaa saxaabadii iyo salaf hadii lumma waaxad minhum oo nadar waajibiyey ama yidhi waa dariiqada qura ee ilaahay jiritaankiisa lagu garto ma jiro.
waxani waa shay ay muctaziladu la soo dariyeen ashcariyaduna ay ka dhaxleen aathaar iyo raadix xun baa ka dhalanaya madhabka waxaa ka mid a aathaartaasi takfiiru jamaahiiri muslimiin muslimiinta badankooda in la yidhaahdo waa gaalo mid ashcariya baa lagu yidhi haddaad nadar waajibiso aad tidhaahdo qofkaan nadar samayn maqaayista caqliga aan isticmaalin iimaankiisu aan sixmayn haddaad tidhaahdo aabbayaasha iyo kuwii ka sii horreeyey aad ka farcanaydba inay gaalo yihiin baa ka dhalanaysa waxbaa iga sheekeyn buu yidhi katartu ahli naar ahlunaarka badnaantooda ahlunaarku inay badan yihiin baad sheegaysaa wax kale maad soo kordhin buu yidhi waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah arrinta nadara ku saabsan waa arrin iyaga laftoodu saynu sheegnay aada isugu khilaafaan arrin noocaasi siday u noqon kartaa waddada qura ee loo maro ilaahay subxaana wa tacaala rumayntiisa iyo garashada jiritaankiisa arrinta halkan uu ku sheegay oo ah awal waajib cala linsaan inuu yahay macrifatu lilaah biistiqaan haddii macrifada looga jeedo in ilaahay subxaana wa tacaala la garto wujuudkiisa rububiyadiisa uluuhiyadiisa asmaa wa sifaatu waa sax dee oo macrifatu raxmaani bitawxiid unbay la mid tahay laakiin sida ashcariyadu ay uga jeedaan waxa weeye macrifatu lilaah yacnaa ictiqaadu wujuudihi wamaa yajibu lahu wamaa yastaxiilu calayhi wamaa yajuusu lahu taas ayay uga jeedaan wanutqu bishahaadatayn ictubira lisixati liimaani miman qadara halkana masalo kale oo muhima oo ictiqaadi oo iimaanka ku saabsan ayuu ku soo qaaday wanutqu buu yidhi dhawaaqitaan bishahaadatayni labada shahaado lagu dhawaaqo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muxamed rasuulullah ictubira ay ishturita waa la shardiyey lisixati liimaani iimaanka asixitaankiisa loo shardiyey miman qadara mid awooda kaasoo mid awooda xaggii ka ahaaday marka ashcariyadu iimaanka waxay u yaqaaniin tasdiiq aliimaanu waa tasdiiq bay leeyihin iimaanku fii luqati alcarab waa tasdiiq bay yidhahdeen nusuusta maruu ku soo aroorana tasdiiqaasun baa lagu fasiraya rumaynta qalbiga acmaasha iyo annutqu billisaan midna iimaanka ka mid maaha laysa min aliimaan waxay saa awgeed ay isku khilaafeen haddaba in shahaadateynka lagu dhawaaqaa iimaanka miyeysha iimaankii ka mid maaha horta laakiin miyay shardi u tahay inuu qofku axkaamtii muuminiinta adduunyada ku yeesho aan ku soo celiya masaladaas aliimaanu cinda alashcariyati waa tasdiiq weeye annutqu bishahaadatayna iimaanka ka mid maaha cinda alashcariya marka laga reebo juweyni oo isagu khilaafay oo iimaanka ku qeexay sida murjiatu lfuqahaa ay ku qeexaan oo yidhi iimaanku waa atasdiiqu iyo annutqu billisaan oo haddii tasdiiq udho qofka laga helo rumaynta qalbiga qura oo carabka aanu kaga dhawaaqin shahaadateynka iimaankiisu aan sixi maayo buu yidhi isagu laakiin jamaahiirtoodii oo halkan fadhiya waxay leeyihin iimaanku waa tasdiiq qura annutqu billisaanina ka mid maaha iimaanka ka mid maaha laysa min aliimaan hadduu qofku qalbiga ka rumeeyo wixii rumayntiisa lagu waajibiyey shahaadateynka isagoo ku dhawaaqi karana aanu ku dhawaaqin isla markaana mid diidaya aanu ahayn oo diidmo muujinaya iimaanka aakhira wuu ku badbaadaya iimaanka qalbiga ee dhawaaq carab iyo shahaadateyn lagu hadlay aanu la socon aakhira waa ku badbaadaya bay yidhahdeen oo jannu ku gelaya waxay haddaba isku khilaafeen waa maxay annutqu billisaan ama bishahaadatayn isagoon iimaanka ka mid ahayn oo shatrun min aliimaani aan ahayn oo arkaanta iimaanka aan ku jirin oo arkaantii iimaanku ay ku urursan tahay tasdiiq qofka iimaankiisu inuu ansaxo inuu ansaxo ugama jeedaan
inuu aakhira mid anfacaya noqdo, inuu iimaankiisu noqdo miduu axkaamul islaam in lagu dareeriyo adduunyada uu ku helayay, miyuu shar duyay mise shar duumaa? taasay isku khilaafeen, sida ibraahim illaqaani ba jahaaru tawxiidka ku sheegay iyo dee shuraaxdiisba, taa way isku khilaafeen. qaar waxay yidhaahdeen iimaanka in lagu dhawaaqaa oo shahaadateynkii qofku uu ku dhawaaqaa shardi bay u tahay qofku axkaamtii islaamka inuu adduunyada ku yeesho, hadduu dhinto dee lagu tukado, xabaala muslimiinta lagu haaso, muslimiinta ay isdhexlaan, oo gabar dee muslimada u guursan karo, shardi bay u tahay. oo tasdiiqul qalbiga aakhira waa ku badbaadaya, laakiin adduunyada ku yeelan maayo, axkaamtii islaamka ku yeelan maayo. qowl kalena wuxuu leeyahay maya shardi uma aha, laysa shartan, laakiin waxa ay ku tageen jamaahiirtoodu annutqu bishahaadatayn inuu shardi u yahay inuu qofku axkaamta islaamka ku yeesho adduunyada dusheeda. wadaadada qaarkood waxay ku soo arooriyaan masaa'il aan xujo ku noqonahayn, sa in idhaahdaan abu taalib tasdiiqul qalbi waa lahaa, haddana aakhira ma anficin. waxay shardi ka dhigayaan qofka iimaanka tasdiiqa qalbiga inuu anfaco inaanu ibaa jirin, diidma uu diiday inaanu jirin, dee abu taalib diid muujiyey. wakadalika yahuudda ilaah uhi yacrifuuna oo kama yacrifuuna abnaahum, looma xujaysan karo, dee diidma qayaxan bay muujiyeen. wakadalika ibliis diidma ilaa ibliis aaba wastakbar, diidma qayaxan ayuu muujiyey. kaa iyaguba marka hore ma laha tasdiiqul qalbi oo iibaa iyo diidma ay la socoto waa ku badbaadayaa ma laha. ahlu sunna ashcariyada masalada waa ku khilaafsan yihiin, oo waxay leeyihiin annutqu bishahaadatayni waa shatrun min aliimaan, waa qayb iimaan ka mid a, waa rukmi arkaan iimaan, oo iimaanku waa qowl wa camal, qowlu lisaan walqalb wa camalu lqalbi wallisaani waaljawaarix. in shahaadateynka lagu dhawaaqaa waa rukun arkaanta iimaanka ka mid a, qofka isagoo awooda ku dhawaaqi waayaana walow qalbiga ha ka rumaysnaadee waa gaal, oo muslim ah oo tasdiiqa qalbiga oo quri anfici maayo. saasay ahlu sunna ay ku tegeen. mana dhici karta bay yidhaahdeen qofku inuu gaalnimo ku hadlo iyadoo qalbigiisa iimaanu ku jiro, laakiin ashcariyadu waxay leeyihiin qofku arrin kufriya oo gaalnimo ah isaga oo mu'mina waa ku hadli karaa. marka markii lagu soo arooriyo la yidhi qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama diinta caaya soota nusuustu sheegtay inuu gaal yahay, waxay yidhaahdeen nusuustaasaa u daliila inaanu tasdiiqul qalbi jirin. hadduu tasdiiqul qalbi jiri lahaa cayda ilaahay u caaya kuma gaaloobin bay ku leeyin iyagu. aathaar xunxun baa ka ratimaysa madhabkaas. nebigaa si cad u sheegay shahaadateynka oo lagu dhawaaqaa inuu yahay shatrun min aliimaan. waliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah, waa iimaankiina ka mid tahay buu nebigu caddeeyey. waadnaaha imaatatu lada can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan, acmaashii qalbiga xayaagu uu ka mid yahay iyo acmaashii jawaarixda oo waddada dadka waxa dhibaya in laga leexiyaay ka mid tahay iimaanka inay ka mid tahay oo qayb iimaan ka mid ay tahay uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay. salaada oo camal ayaa lagu magacaabay, qowl iyo camal baa kooban baa lagu magacaabay iimaan. wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum, salaadaa looga jeesa bukhaari wariyay min xadiidi albaraa ibni caazim radia allahu canhu. adiladu waa badan tahay, dee kutub alcaqaa'idna waa lagu sheegaa. waxaa laga soo reebayaa in qofka akhraska afxidhanaha ee hadalku aanu u furnayn isagu shahaadateynka inuu ku dhawaaqaa shardi uma aha iimaankiisa, laakiin waa in laga helo ishaara mufhima tadulu calaa dalik, tilmaan la fahmi karo oo tusinaysa inuu shahaadateynkii markaa tilmaamayo
oo halkii uu ku dhawaaqi lahaa mar haddaanu ku dhawaaqi karahayn, tilmaan iyo ishaaro uu ku bedelay dhawaaqi. Wuxuu yidhi in sadaqa alqalbu, halkaa waxbaynu qadarna, waxaan yidhi inamaa yuctadu binutqi bishahatin lisicati aliimaan ويكون وجودهما كافيا في الدلالة على اتصاف المتلفظ بهما بالإيمان إن صدق القلب تصديقا جازما. يعني دواقست قفك وكل دواق شهادتينك وحي نقان سامد الله ترصده وإيمانك سوكو عن صحوة أحكام الدنيا أحكام الإسلام في الدنيا وكوه له هذه تصديق القلب أتشيره هذه تصديق القلب آن أتشيرين النطق بشهادتين وحبه تري ما يبليه معنى واسداس هل كان نوح كقال زيادة الإيمان ونقصانه وبلا أعمال يكون ذا نقص وذا كمال هل الإيمان يزيد وينقص أشعري محيك قبان أبو الحسن الأشعري لا بقى قول بكله قول السلف كوافق صن وإبانة ضي مقالات الإسلاميين يكو قرن أو لي هل الإيمان يزيد وينقص هي قول أرانا يا إيمانك ما زيادة من نقصامه وقول كي مركا مرجادة بل قول كي جهم بن صفوانة وكتاب كاللمع هي كتب كتبتي سكمي ذا وكقران قول كي إمام كود مركو النقضي مختلف أشعريا أو إسخلافين قاروح إلى دين الإيمان يزيد وينقص قارنوح إلى دين الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما الزيادة من نقصامه قارنا وحي الهدين يزيد ولا ينقص وزيادة لكن ما نقصان بين الهدين قول هذا له الإيمان لا يزيد ولا ينقص وحي لي والإيمان كسو تصديق معه رومين هذه الهدى الرومين تيبا نقصان تي إلا هذه الهدى وزيادين إني مر كورا ناقص هيد با كدلا نسيه ده احتمال نقيد با ماشا إيمانية كي كسور جيدي تصديق او تكذيب اي انو ميشه كتشيرو تاسا ايمان ايسا مرقا هده انو رانو الايمان يزيد وينقص وحكا دلان ايسا ان ميشه اسوغالي كروحي كسور جيدي تصديق او تكذيب مرقا انو رانو الايمان لا يزيد ولا ينقص ومحاد كغا جوابي سان الدلدان تراد بدان عدين ايسا انو ايمان كو زيادة ساسو كلا نقصام وحي رادين وحن زيادة يأي نقصام يأي إيمان كلفتي سماها هو فروع دي سي متعلقات كيسة وعمل كده هو فرع الإيمان بيلين إيمان كبد ما هو فرع إيمانك مركا فرع عباد دي زيادة يأي إيمان كده تدي سي لفتي سي ما هو حز زيادة يأي بيلين نصوص تهي شيء كيسة قلوين كيري يزيد وينقص وحي ليهين ما يأي يغلفتود الله بيوقعي بسامين كواله تصديق ما زيادة منا نقصامه وحن زيادة يا نقصامه يا ومتعلقات كيس متعلقاته حواسا كتعلقه كحرانه كفر عاما يا كواله ذات التصديق تصديق اللفتيس زيادة وانا أمر محسوس وضدك تصديق ودسكو مدماه نبي الله إبراهيم يعني ليطمئن قلبي حدي لا يرادو تصديق وما زيادة من نقصامه وحكت الله رئيسا دادك التصديق ودي الرومين تودو إن يسكو ودى الدرجة تاي ملك جبريل يا نبي محمد يا أفسق المؤمنين إنو تصديق ودو اسكو ميلو تاقي تاسا كت الله رئيسا مركا وحي ليهين تصديق الناس ومتفاوت وامد وحسدير ودرجه قره ان تاغنين بل قفك قره يا حاله مره مر تصديقي سو قوي هي يا مر تصديقي سو متوسط هي يا مر تصديقي سو ضعيف وياه قف قره حالتها سي مره بل اسكدا تصديقي حتى معرفته اي زياده ونقصانها تصديقه بحسب أفراده مركا لا يغنى بحسب ما يصدق توز زيادة ويحيل الروميني قفك إن بضان كيقان يقفك إير كيقان
ده تصديق قد اسكمد ما وكلا كرورسي هي وكاين بدن يقانا تصديق سوى كبدن يهي كير يقانا تصديق اسم المهم قولك الجمهور تود وحويه إيمان كونه سنشجعني مذهب كذو إيمان كونه تصديق يعي قولك الجمهور تود الوحوية تصديقه إنه زيادة نقصامه بحسب ذاته أو بحسب متعلقاته مركلفتي صلى الله عليه وعمل عليه وحيابه وقطع علقه وهو حويا عملك لكن تصديقه إنه زيادة وحيكرر لنا سابول لي عملك ويكون وهذا الإيمان إيمانك ذا نقص نقصان من الصاحب وذا كمال كمال من الصاحب بالأعمال بسبب الأعمال أعمال السبب تيد فكون هو بروان كلت لنا يا من الإيمان إيمانك حقي في مزيد زيادة متكرس غنوه معنى كد ذلك وحياب إيمانك زيادة وفي صفاء القلب وكون هو ذا تجديد عصبون يسمد صاحبه في صفاء القلب أي في تصفية القلب قلبك صفين تيسا لحديد ومد مروال با قلبك صفين ينقو مع عاصد قلبك ده حلبي دول دكتا إيا أسكك إيا الران كلا بالران على قلوب ما كانوا يكسبون تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء مركا قلبي جاجة خلد يدم بي يتقصير كستوات قشا أسكر يد حلبود دول صاريا مركا وين نغطقف قلبي جيسا كورا يتعاهدية وكد داليا وحا قلبي جاسفاية وطوبت وعيوه الرئيس الدم بيادة قلبي جمدوبية نتكتوبت كانتو وإلهي سبحانه وتعالى دو قصو نغطو هي إن تكد داسو أعماشا صالحة بكثرة الصلاة والطاعات بكثرة جاري مجرور كوحو كتعلقة مزيد كارو كتعلقة فكون هو من الإيمان في مزيد بكثرة الصلاة أتكو زيادة صلاة بدنيد هي والطاعات طاعات بدنيد وترك ما أتكو زيادة شيء كتقستي لنفس نفط أصغا ومن شهواتنا وحيابها النفط أي دون سائة عشها إن أتكتكتو والنفط أنا تسين مرادة دي واحد دون سعودن يوحي أبا يكون راح يسطردن أنا تسين فشوة النفس بوري نفط الدون استيدو مع الذنوب ذنوب تمعيدة موجبتان وكوة واتشبين يلا بداس قسوة القلوب قلوب تقلل كده كوة واتشبين يوي والنفط واحد دون سعود الله سيئو دو دوني حلال بها هذه دنباب نفتو اي دنباب يسانا والله صعده وحالا بدا كدرشا قلبي قلل با كدرشا وكيلهي تنوامر ربن اسرائيل مركيلهي وامري اني السع قلان وارنتا مران اي كور كينين اني قلوب تودو قلل شيء بسبب هذه المخالفة والمعصية قلبي قمر كدرق حوبي وح عدق نقونية او قرانك يوانوينك يذكر عباداتك عن الرادينين وان من ابعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وان من ابعد قلوب الناس تدك قلوب تود كوفغان شاه بدن من ربنا ربينا كوفغان شاه بدن ربينا الرحيم يا عمد رحمتي خلقي سي سو غادو قلب وي قلبي قاسي او قاسي متقللايا وقلبي قللني وقلبي إلى سبحانه وتعالى كفك وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول القمح قال يا مسألة نية مسألة نينوى مسألة فقهية أحكام النية وأحكام دعاء لم قتل معه عمل كنية لا إنما صحيح هي النية أول
العمل إلا لا حريريه مركب على ورنكر وصول الدين بكان لي محمد صلى الله عليه وسلم حقلي وحي أمه والله أعلم إن إخلاص كينا وجهده حيث تخلصه إن وجهده عمل كني الآن لما أقبله عن دينية الرعدوا لا أقبله يا بشرط إن النية سنقطة خالصة لله والنية السيدة علماء كتبتها قواعد الفقهية كل شيء قال والله بنوع نية العمل عمل كين لنيسته يعني سمينتي سما كتجستيس هي نية المعمول له عد عمل كلاص ما ينيو إلا نيسته نية الدم بناء وتلاقي قانا إخلاصك كتب السلوك علماء ويكجاه الله طارانو نية العمل الله كتب كتبت فقهية تلقاها لوي وصائر الأعمال بوري أعماشي دمانتي لا تخلصوا الدونك وحي لقوك اللي في كردي ميسو إلا مع نيتي نية إني لصعو تموياني حيث مال تخلص النية دا لصافية له شروط دي الله إلى عليه وحي بوري رأيي أردنا لقفق هذا مركز صائر لو معنى الله استعمالها صائر بمعنى الجميع وانا سيدا هالكن وچهدو صائر الأعمال عماشي دمانتي هي صائر بمعنى بقية صائر بمعنى الجميع مركز تاي من الصور بيكتم وأدير كي ماشي كوريك سنة بمعنى البقية مركز تاينا من الصور بيكتم وهم بضع مركز عماشي دمانتي أعمال قلبية نقطة أعمال عربة نقطة أعمال حبنو سميرة نقطة لا تخلصوا قفك النار كبت بادين ما يسأو ما تشيدو تاسي هوري نو صامرت ايوحو تشيدا قفك كساري ما يسأو عهدة التكليف وحي لغو كلفي وقفك عمل كاسميه دو مدي سبري نقر ما يسأو وطلب كينا كغرد عمايو عمل كاسمين تيس إلا مع النيتي عمل كاسمين تيس النية إني لصعو تمو يعني والرسول كا عليه الصلاة والسلام يري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا عمل كي النية دو مركا إسراعان أي قفك وحي اللي كلفي وكدعيا والذمة دي سواي بري عمل كي كنا قريسا حساء تيتاسي شرد باي لاضي وده شرد قاسي وحوهي نية اللفت هذا إن لقى صافي له وحكسته النية البرينية شروط دي هذا الله ما يستره النية وحي الله هذا هاي تضبط حكم حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسب النية وين محل كذا حقيقة هذا الدواء معروف حكم كذا نوال الجرانة يا وواجب محل كيدنا وين دعدو قلبي وين لقى نيوذو زمن كيدنا وين دعدو أول واجب من ذلك المنوية وحوه الرأي كال نيوني كم يدي واجبا وين لحير صنطح كيف يدنا تختلف باختلاف المنوي وحل نيوني يسو كلا دويبا وكلا دولانس دواني فقه كواراقناي ويسد قفك سدو نيونيو قبل قبيسك سدو نيونيو صلاة سدو نيونيو صلاة ما فر الباء ما النافلة دي نافلة تي ما مؤقتة ما مطلقة مدو وليبا كيفية قاربة نيادو عيلا دي شرط رود نيادو شروط با إلا دي نيادو شروط دا سوا قاركود نيادة لفتة دا ونو قريان قاركودنا ناوي قاونو قريان بكا شروط دي دي نواي الله إلالي مقصود حسن نيادو قصد با لقل لي او عبادات كي عادات كا صلاة لغو كلا صوعة مراتب العبادات نوا لغو كلا صوعة نيدا مركا حيث تخلص وحوشي دا اي تصفى عن كل ما يبطلها نيدا وين لقى صافي يالا وحكستو بريني مركا سي اي نيدو نفعي يالا نساوي عمل كوكوان صحيح فصحيح النية تبوري نية التصحيح شروط دي هي أحكام تيدي وإلالي قبل العمل عمل كورتي
ونيادو وين عملك كور رئيس كم ده بتكت عملك واتي لك علي بها نيادة مقرونة حالا يتم للحريري بالأولي واجب كور رئيس عمل كالي نيوني كمدة وهذه ويساي تهاي ويساي واجب كده كور رئيس وغسل الوجه مركان يدي غسل الوجه وين الحريري ده هدي ومركو فرح لنا يا ويساد نيستو ومستحضر للنية والنقضاء إلا وجهك مارستي سوك جارينا كفلان وكذلك الصلاة أول واجب فيها وتكبيرة الإحرام مركان نية وين الحريري ده تكبيرة الإحرام كوين الحريري ده وحلقة سور ريبة يا أعماش ويري نية الآن قفك كقد عمايو تكليفك عدد التكليف استثناءات بيلادي وحلقة سوريبية طروق تلقة سوريبية وحيابا ليري كتاقا كتاقستا سي السحيتان كيدا نيادو شرد ومعه وزينادا كتاقا باليري والصريقة دا كتاقا ورقاتل بغير حق كتاقا باليري هدو غفكو اسكدا ايو اساقو آن اسكدين تان نييسن تركي او كان صحيا وعدو الورما تركي كاموان سحيري mid zinaystay ama wax xaday ama wax dilibaad ka dhigantay loo oranayo waxa la mid ah de izalatu najasat wa min at-turuq wa niyadu shardi umaha mubahat kana xiyaba mubaha and haddu al-istihbab wal-wujub an gaarin iyagaana niyadu shardi umaha laakin turuqta iyo mubahat kaba ajr in laga helo ayay niyadu shardi u tahay السحيتان كور شرد وماها لكن أشر اللي قاله شردوت شيء جه حارنت عها كتجستي سأشر كيلي مس هدانا دوقة تجين امتثالا لأمر الله وقال سنة دوه قال سمي سأمر كيلي أوي وحيابا مباحات كاس سمين تودنا أشر اللي قاله مايو هدان لون ييسن نية على الله سبحانه لون ييسن التقوي على العبادة مثلا هرددي وكله أشر اللي قاله مايو هذا لو نيسان إن عبادة اللوغو حوغيستو وإن تدين بويري هذا دائم تو هذا دا وإن تدين هذا دائم سيسو أي نية نيدي أما وإن تدومنا وضعنا كرتا هذا دائم تنيدو وحصوص آهان أي قلبي قوغو شرتو حتى بلغت إلا أدقاد آخره وعمل كياد نيستي آخر كيس حزت واحد كوبي دون تا الثوابة أتشركي كاملا حالي من دمائسترا في الآخرة آخرة مركان نياد وحي واجب تاي في أول العمل عمل كبيرة وقيس ويجب استصحابها حكما إلى آخر العمل وحك لو واجبا إنه حكمها أنقف كنية دي أوطه إلا عمل كاو كذا ما ينيه حكمها إنه أوطه محل وجد شيدا وحل وجد شيدا إن أنا والله إيمان منافي للنية وحنية دي جديدة يان أما ماشى كسر يوب رب حنين أو إيمان لكن لا يجب استحضارها إلى آخر العمل واجب كجماعها صلاة دي مركت بلا بيساعد نيستي إلا دمائنا يسوء إن النية دي حصوصناته ومرها دان النية دي وح أنفين أيو الدين أيو بربحين أيو آن الله إيمان إن النية دي مركا قلبي كفكته ووح كلاعتك مشقوشا النية دي اللي بميسو لكن وحو كلية هاي هداد استحضار النية التي مادة إلى آخر العمل والنية دي حصوصناته دي قلبي حاضر كطي إلا عمل كاد نية استيهات كدمائنا يسوء حزت الثواب كاملا في الآخرة معنى أتشر لما يسترين بعد هالي الدونتا ولم يدمتهد كان نيادة في أول العمل الليمي اللي نيادة لفتهد ويادة عبادة وكعبادة أول العمل إلى آخره حصوصنا إمانك كواهي يا كأول العمل الليمي كأول العمل الليمي حكمها أنه هو تي إلى آخر العمل اسكو مدما حق أتشرك وعمل الإرادة بالليمي كالنية دي حصوصنا يمانك كوهيي إلا وعملك كدميني وإن تدم هداد دائم سيسو النية ذكرا حصوصها هذا دائم سيسو
حتى بلغت إلا أتقعدو آخر وعمل كادني يستي آخر كيس حزت واد كوبي الثواب أتشركي كامل الحولي من دم يستي آخر كاس في الآخرة آخره نحن دعيات كوبي دونتا. والنية تمور النية والقول هي قولك ثم العمل هي عملك بغير وفق السنة سنة سوى فقصا آنو دعين لا تقبل لا أقبل مايا. مركا شرطي موافقة الشريعة يوالم كل شيء السنة لكن الشريعة دي بوجت كذا وحلي يقفك هدول نية لا يمادو لكن سدو حني يستأتيس الشريعة خلاف صن هي سنة النبي لا أقبل ما يوني يسجس قولك شريعة وافق صن لا أقبل ما يو عملك أن شريعة وافق صن لا أقبل ما يو ودوا محدثك ورسول كريسك إلى عليا وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رحمه الله من قفك لم يكن أنا هين يعلم مدقرنا يا الرماها صهر مري يا واجبات كشريعة القدهان من كلم يكون أنا يعلم مدقرنا يا ذاك أكنده يعني الذي تقدم كان صهر مري فليسأل من لم يجد معلما فليرحل فليسأل أي عالما مد عالمه ويدي من لم يجد كان هل عالم وحويدينا من لم يجد كان هل معلما معلم برنا فليرحل سفره وقلع برشدة وحكوة تبي هل كوحي الله هاي قفك عن قرانا وحيابائي رسوشة يا قناي هو يدي عدة قرانا يسا ويدين ده حكم كيدو محونا قناية هدو واتبي هاي ويدين تنا واتبي نغنس هدو مندوب هاي ويدين تنا مندوب نغنس سنة نغنس وحاني هواسي منسا قاعدة دي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بواسي منسا إلهي بان دات كان وحبك قرانين أمري كوة قرانين ويديان ويري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أصول الدين يفروع الدين لبدو ويسوق ليان نبي قلنا عليه الصلاة والسلام يحرق قلدي إنك ماذا حدخرك كل أوفة وطين وما يدو هل لا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي أسوال داني يقول قرانا عدة قرانا سمية ويديان جاهلي واحد دوكا سؤاشا رغفك مسلم كاي مسائش الدين تيسا عبادية معاملات كي الدوني أنباه كصاب صناداني هدانو يساقوا أقاروا اللهين وين علم هذا ويديه وحر من لم يجد كان إلين معلما مد وحبرا فليرحل هالصفر أو للتعلم هاو صفر وصفر كاسي واجبو نقونا إياه حدي وحا مركا وبرشيس ودوني واجبو كوي هذي كلانا مستحب يسونا أيو نقونا إياه مركا حتى هدي معلم مش قايد قادني مو يعني معلم كلو وايو إن مش قايد ده سيا واجب يكون غرسه مر هدي وح الله بريا ويا وح واجب كواه رحلة دي سفر كنا واسيدا سوا كله رحلة دي نوا سنة السلف بالله موسى وعور رحلة يست إلى خضر سعلمي ويقانو يسقوا أنا أقون وقبرته وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم إن بدنا كم دي سفر بيو قلان لطلب الحديث قال كود حديث قول الرادنتي أي سفر وقلان من كلم يكون أنا عيني يعلم متقرني يذا كالا صوت شاقي وليسأل هو يديو أي العالمة به كقرانية من لم يجد كان هيرين معلما معلمنا فليرحل هو سفر برشدة دين تيس وطاعة بوري طاعة إيا عباده ممن طاعدا سميد حقيقاتي يأكل عنيا حراما حاران مثل البناء الاسمي وكلوية يجعل ليالي فوق موج موجد دشد ليالي موجد دشد القدسي هل قلنا نوحك ورميا وحوري نوصر شاقي عمل كقبول كيسا
inuu ikhlaas shardi u yahay in ilaahay daraaddii loo sameeyo niyana lala yimaado sidaasoo kale shareecada inuu waafaqaa inay shardi u tahay shardi saddexaad baa alam ku sheegaya oo camalkii qofka in laga ajar siiyo shardi u ah camalkii inuu ka ansaxo shardi uma aha laakiin camalkii in laga ajar siiyuu shardi u yahay camalkaas waa maxay waa qofku in uu cunista oo halkan looga jeeda isticmaalka xaaraanta waa inuu ka fogaado oo qofkii hadduu cibaadaad badan samaynayo taacaad faral iyo sunnaba leh laakiinuu xaaraan isticmaalayo uu cunaya uu cabaya uu gashanaya inay xaaraan tahayna uu garanaya camalkaa saalixa ah laga ajar siin maayo oo ajarkiisii xaaraanta iyo macsiyada uu samaynaya ayaa gubaysa laakiin waa ka ansaxaya tusaale la yaab labu sheekhu bixiyo wuxuu yidhi qofka cibaadaad iyo camaal wanaagsan samaynaya ee haddana xaaraan isticmaalaya wuxuu ka dhigan yahay camalkiisaasi dhisme mawjada dusheeda laga dhisay badda dusheeda laga dhisay dhismahaasi mid taagan oo jira oo lagu intifaaco miyuu noqonaya oradoo intaad qaadato jaajuur iyo sibidh iyo dhagax iyo wixii kale wax lagu dhisaayey badda sees ka dul dhis kadibna guri ka dul taag laa yumkin dhagax dhigtaaba uu quusaya soo sibidhkii mawjada kala tuuraysa jaajuurkii gebigiisa waxaa laga yaabaa inuu milmo oo ciidnimadiisii dib ugu noqdo iyo sibidhnimadiisii marka waa sidaasoo kaleo bimacnaa camalkiisii noqon maayo wax laga ajar siiyo oo ku intifaaco oo macaasidiisa ajarkii gubaysa ha kaba ansaxa oo faralkii ha kaga dhaco dummaddiisu beri ha ku noqotabe waxaana taa u daliila soo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u odhan man ata kaahinan aw caraafan fasaalahu can shay lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman qofka faaliye u tagee wax weydiiya hadduu doono rumaysta laakiin muu ictiqaadin inuu qaybka ogi duu ictiqaaday inuu qaybka ogi uu ku gaaloobaya fartan maalmood baan salaad laga aqbalayn laga aqbalayn macnaheedu waa maxay nafyu lqabuul huna wa nafyu ljazaa laga ajar siin maayo weye ee nafyu lijzaa maaha oo salaadaasi ka gudi mayso oo faralkii kaga dhici maayo maaha saxaabaduna sidaasoo kale waa yidhaahdeen oo ibnu cabaas wuxuu yidhi waladii nafsi biyadi ina rajula layaqdifu luqmata alxaraama fii jawfi ilaah nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee nin baa calooshiisa ku rida hurmo xaaraana maa yutaqabalu minhu arbaciina yowman afartan maalmood camalkii saalixa uu sameeyey ajar laga siin maayo habaada bal isticmaalka xaaraantu siduu adag yahay baleeg tabaraani baa filawsad ku wariyey dadkiina maanta in badan xaaraan bay iska guranayaan mid baa qaad iibinaya mid baa sigaar iibinaya mid baa ribo ku shaqaysanaya mid baa laaluush qaadanaya mid baa musuqmaasuq xoolo ku tabcanaya xoolii ummadda boobaya isaguna inuu dhiban yahay isuma arko dadkuna tuug uma yaqaaniin iyo mid ilaahay caasiyo faasiqee fariid ba u yaqaaniin shaqaystay oo wax meel dhigtay markaasuu iska tukanayaa safkoor u gelayaa cumradu tegayaa xajku tegayaa waa bilaa ajar waa nin mawjad dusheed guri ka dhistay caaisha ayaa waxaa lagu yidhi saxaabigii la odhan jiray zayd ayaa baycul ciila wax ku iibsaday markaasa waxay tidhi iyadoo la hadlaysa gabadhii arrintaa u sheegtay ablighii zaydan annahu qad abtala jihaadahu maca rasuuli illah ilaa an yatuub zayd gaadhsiiyo u sheeg in xaaraantaa uu iibka xaaraantaa u galay in uu ku buriyey jihaadkii uu nebiga calayhi salaatu wasalam isagoo la socda uu jihaadi jiray inuu toobad keena mooyaane waa halis weeye wa taacatun buu yidhi camal saalixa taacadaasoo mimin mid xaggii ka haatay yaakulu cunaya xaraaman mithlu lbilaa dhismihii oo kale weeye yujcalu la yeelayay fawqa mawjin mawjo dusheed laga yeelayo faqtac jar buu yidhi yaqiinan ay muuqinan mutayaqinan xaalaa tahay mid yaqiinsan bilfuaadi qalbiga ku yaqiinsan
واجزم وسجان وآمن بحدث العالمي عالم كون يمت سود الري بعد العدمي مذا انشرين انتوا هاد بدين احدثوا واحد سود الري عالم كان عالم كوا مخلوقات كودنه الاله ومعبود كحق ابا سود الري لا لاحتياجه باهي وقب اوجد مسودرين او مو ابورين ولو اراد هدو دوله الهي تركه كتغستيس وابورستي سبين اسكدا يا هدو دونه لما ابتداه ابورستي سما بلابين فهو الهي فعال ومت سمين بدل لما يريد وحدونه وليس معهان مثال تصاله له إلهي أصبنا ذي وليس معهان مثال تصاله يمد لمضة ودقما له إلهي ومعهان في الخلق خلق قد حدث هل قال نوح قال لي مسألة كسا عبصا حدوث العالم مسألة سيمر كسيدان الله دقاء انت أصول الله أخريه إن وحخل دنيا يكوه استيران قف كان عقائد كدقاني فهمي مايو علم الكلام هداد مقشوه وضب دحاد يتير كأوين أوليه ومسألة ده سي حدوث الحوادث هي حدوث الأعراض أما حدوث العالم بالله يرادو مسألة ده سواء مسألة ده أي كدلاتي إن الديدان صفات كإلهي قال هنا صفات الفعلية الاختيارية معتزلو يا أشعرية بقى لمن كان صوحي لدود الملاحدة دي إلهي تشريتان كيسا ديدري دليل كقرى إلهي تشريتان كيسا يدل شنية نوح النقضي حدوث العالم أما حدوث الحوادث والعراض أيو النقضي مسألة النوح إلهي هاي مقدمات أما أصول وحي الهدين عالمك وحادث بدليل التغيرات فيه عالمك ومد سود الري ومعنى ومد شير النقضي سوغو مركوري عن شير إنو حادث يهي ووح سود الري ويهي نوحة ودليلة تغيرات كي اسبدل لده كدعه اسبدل لبضا ما عالم كدعه يعني حدوث العالم وحة ودليلة قولي ومحي والتغيرات كان مركا كل حادث ومخلوق مد كستو سود الريينا ده محدث وينو ياشو مد سود الري فحدوث العالم دليل على وجود الله عالم كمرا دو سود الري مد كستو سود الريينا إلا سود الري سين لها لا إلا قماروان طاي إلا إسكما سود الرين كاري أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون عالم كعيد سود الرسيب ولا يعد سلوى إلهي ولهذا حدوث العالم يحد دليله يهي على وجود الله إلهي كري تانكس انت اوح خلدنا كتيرا ماذا ركتا وكتيرا اسكي لالي آل السنة مدي دنا حدوث العالم إلا ودليل شدو على وجود الله إلهي كري تانكس وعالم كسود الرنتيسو إلهي وجود كيس الدليل بوطعي ودل وحي نقول نساون صدح متكوت إنه يسقو السمية عالم كري تاسمة سورته وحان ترين سوي سو سمين كلا لبا إن عدنا يدوان السمين وسكا سمين السمين تانا عقل قوة دي دي تصدع هذا دوين عد سمين سيكرتو عد سنة دوين يتهاي عد معنا قديم وعالم كان كور ريسي ووجود أزلي له صفضة أنا إلهي أمبا سبحانه وتعالى عليه مركا وجود العالم وحدوث العالم ودليل على وجود الله أهل السنة وحي دي الدين ومحي لبا مسألة دي الدين إن حدوث العالم لقد نقو الدليل الوحيد على وجود الله الدليل كقولة تصينية إلهي تشريتان كيس وأدلة إلهي وجود كيس تصيني صعب ويكبل أرمتها يكبض أنتها سودرينت عالم كحدوث العالم أما حدوث الحوادث والأعراض تسوى مسألة مسألة الله بعض أهل السنة واحد دين إلا يراضوا تغير العالم
ayaa daliil u ah xuduudkiisa. Tagayur alcaalam baa daliil u ah maxay? Xuduudkiisa. Oo kayfiyatu yunkiruun kayfiyata ama ithbaat alashcariya likayfiyati xuduudi alcaalam. Ahlusunna waxay diidayin ashcariyadu qaabkay u sugeen soo darinta caalamka oo tagayurka inay ka dhigeen daliil alxuduud bay ahlusunna diidayin. Soo soco xuduudu alcaalam daliilkiisa in laga dhigo tagayuraadkii isbedelada ku yimaada maxaa ka dhashay? Mushkila halkaa ka soo waajahday ashcariyo iyo muctazilaba oo markay yidhaahdeen caalamku waa xaadith, inuu xaadith yahayna waxa u dila tagayuraadka, waxay baan ku soo darinayaa qaar ay imanayaan, qaar ay tegayaan, qaar ay bilaabmayaan, qaar ay baaba'ayaan. Waxaa ka hor timid nusuusta tirada badan ee tilmaamaysa ilaahay inuu leeyahay sifaat ikhtiyaariya, afcaal aanu hore u samaynna uu sameeyo, afraaddeeda aanu hore u samayn iyo axaadkeeda u sameeyo. Inna rabbii ghadiba alyawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Marka laba midkood bay u noqotay inay daliilkii u daliilaha xuduudu alcaalam oo ah xuduudu alacraad waltaghayuraat, soo darinta sifaatka iyo taghayuraatka inay ka tanaasulaan oo malaaxidada dabeetana ay u jabaan iyo inay sifaatka ilaahay diidaan, laba darar mid doora bay noqotay. Dabeetana waxay doorteen inay sifaatka ilaahay diidaan, yidhaahdaan sifaatu alacmaal, sifaatu alafcaal waa sifaat dee afraaddeeda iyo axaadkeedu uu yahay xaadif. Haddaynu ilaahay u sugno dee acraada soo darinteedu waxay daliil u noqonaysaa inuu ilaahay xaadifi, ilaahayna waa xaadif lama odhan karo. Idan xalku waa maxay? Sifaatka waa inaynu diidno ilaahay subxaana wa tacaala, aynu ka anfino. Marka masaladaasi ayaa meesha ku jirta. Khulaasadeeduna waxay tahay caalamku waxay dhahaan waa xaadith, waa mid soo dariya, inuu xaadith yahayna waxa u daliila inay acraadi la soo daristo sifaat iyo taghayuraat. Marka wax kasta oo acraadi ay ku soo darisaana waa xaadith buu noqonaya. Walihaada kullu xaadithna waa makhluuq. Marka si aanay u noqon ilaahay waa xaadith waa makhluuq, waa in asifaatu alficiliya alikhtiyaariya ilaahay laga anfiyo. Wadadaasay mareen. Marka masaladan xuduudka ku saabsan xuduudu alacraad waa masale aada u ballaaran, masalada cilmulkalaamku ku dhisan yihin iyaguna aaday isugu khilaafaan, waa masalo daliilnimadeedana waxyaa fara badan oo lagu bushin karaa ay ku soo aroorayaan qaabka iyagu u dhigeen. Marka la eego waayahay wuxuu yidhi faqtac jar yaqiinan ay mutayaqina xalaata mid yaqiinsan bilfuaadi qalbiga ku yaqiinsan wajzim si go-aan u aamin bixadai alcaalami caalamku inuu soo dariyey bacda alcadami midaan jirin markuu ahaa kadib. Xadatha waxaa soo dariyey caalamka alilaahu baa soo dariyey, laa alixtiyaaji baahi u baahay awgeed uma soo darin oo uma abuurin. Wallahu huwa alghaniyu alxamiid, ilaahay cidna uma baahna. Walow araada hadduu doono ilaahay tarkahu caalamka abuuristiisa ka tegistiisa lama ibtadaahu, ma bilaabeenba. Fa huwa ilaahay facaalun, waa mid samayn badan, limaa yuriidu wuxuu doonayo, wuxuu doono. Walaysa ma ahaanin fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa lahu ilaahay uma ahaanin mithaalu, yacnaa mid lamidi ay mumaathilu mid ilaahay subxaana wa tacaala lamidi. Walam yakun lahu kufuwan axad, iyo laysa kamithlihi shay wahuwa samiicu lbasiir. Wallahu aclam, sala allahu cala nabiyina muxamedin wa cala alihi wa saxbi wasalama tasliiman kathiira.